عم يغني الصابر الرباعي جبار للعندليب الخالد عبد الحليم حافظ. يعني أنا يا أستاذ صابر والله بحبك لأنه أنت فنان يعني بتفهم، يعني أنت حافظ درسك بس تغني. لكن للأسف لما قال جبار أصبح صوته على حافة الهاوية. يا أستاذ جبار غناها مرة العندليب باستوديو ما عاد عادة، لأنه جبار قمة صناعة الموجة رحمه الله ورحم الله عبد الحليم. بيجي الثاني عبد الشريف كمان بيغني جبار، يا 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 الله. يعني أنا ما عم أعرف إنه أنت من أول طلعتك بدك تفرج العالم إنه أنت عبد الحليم، فيك تغني جبار وفيك وفيك. عبد الحليم معجزة على الأرض، كان صراع بين الموجي وبين بليغ وبين عبد الوهاب، مين بده يعطيه لحن لعبد الحليم؟ القفلة جميلة، النقلة جميلة، التصويرة جميلة. عبد الحليم معجزة يا جماعة. اليوم ما فيك أبدا قلائل في الدنيا طلع بهذا الزمان، واحد فقط بذكرنا بعبد الوهاب كموسيقي كمغنن ككمال، والكمال إلى الله والموسيقار صفوان بهلوان. ما طلع واحد مثل عبد الحليم، ولا طلع واحد مثل فريد، ولا مثل كارم، ولا مثل وديع. شاد في أصوات غنت لوديع، ما حدا مثل وديع، ما حدا مثل عبد الحليم. لذلك كل مطرب بده يغني للعظماء أقل شيء يعمل 70% ويقدم عذره. أنا من عشقي إلى هذا المطرب أغنيته حبيت أقدم هذا العمل عشان إذا حصل أي شيء نسامحه، بس مو طالع وعامل لي حاله إنه راعي عبد الحليم أنا عبد الحليم وجبار. لا نو لا نقبل حدا يغني لعبد الحليم إلا عبد الحليم، هو الكبير، هو المعلم، هو العندليب، هو تاريخ الغناء العاطفي، لا يموت عبد الحليم. لكم حبي وأهلا بجمهور السمع الكبير.